للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الدكتورة سلمى ستار، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كما ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بالضيفين الكريمين. أبدأ معك دكتور حامد الصراف. دكتور حامد، يعني تظاهرات مستمرة في بغداد والمحافظات الثائرة رفضا لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، يعني على أرض الواقع من وجهة نظرك هل سيتمكن علاوي من تشكيل هذه الحكومة في ظل وجود أحزاب لها نفوذها كما ترى وكما تراقب الشأن العراقي؟ بالبداية مساء الخير عليكم جميعا ومشاهديكم وضيفتكم الكريمة. الحقيقة يعني المحاولة هذه مشوبة بصعوبات كثيرة منذ البداية احنا أشرنا إليها، وأنا أشكك الحقيقة يعني بأن هذه العملية تسير بسهولة وسلاسة وبطريقة اللي يعني وضحها السيد المكلف محمد توفيق علاوي بخطاب قبل أن يكون خطاب رسمي، الخطاب الخاص الموجه إلى ساحات الاعتصام. أنا الحقيقة يعني عندي شك كبير بأنه الرجل يعني يستطيع أن يمضي بهذا الخطاب وبأهدافه، خصوصا في الوضع الحالي. يعني إذا قارنا ببساطة بسرعة بينه وبين يعني تكليف عادل عبد المهدي، أيامها ما كانت الانتفاضة على أشدها بعد 4 أشهر، الآن الضغوط اللي هي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي. فكيف يصمد الأخ محمد توفيق علاوي أمام يعني مثل ما يقولون احنا قوتين متصارعة، قوة الأحزاب المهيمنة على السلطة وإرادتها، وقوة وإرادة المنتفضين ثورة تشرين المباركة المتصاعد. هذا هو الفرق الكبير الحقيقة. نعم. هذا الفرق الواسع الآن يعني اللي أسقط حكومة عادل عبد المهدي. طيب. ما زال ومتصاعد بإصرار على أن يجري تغيير جذري بمجمل العملية السياسية وتسقط كل الطبقة السياسية الفاسدة المهيمنة على السلطة. نعم. دكتور سلمى، ابقى معنا دكتور حامد لو سمحت. أنتقل إليك دكتور سلمى، يعني محاولات تحجيم المرأة العراقية وفصلها عن التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام وأحزابه ردت عليها نساء العراق بتظاهراتهم الكبيرة التي خرجوا فيها كما شاهدناها في العاصمة بغداد والبصرة وغيرها، ما دلالات ذلك حسب رأيك؟ أولا شكرا لهذه التغطية الكريمة وشكرا لحضراتكم وضيوفكم والجماهير المتلقين. حياك الله. حقيقة رد المرأة هو رد حازم ورد عنيف لهذه التغريدات الشائنة التي لا تمثل تغريدات أي إنسان سوي حقيقة، لأنه إنسان غير متزن، إنسان محرك وكأنه مسير ولا مخير، لا تنم على عن عقلية ناضجة، لا تنم عن أنه كان سياسي محنك يقود البلد إلى بر الأمان. في الوقت الذي خرجت النساء بالرد على هذه التغريدات كانت شعاراتهم أنه نحن نساء المجتمع العراقي الأصيلات التي نبني بسواعدنا العراق ونربي الأجيال ونعمر البلد. نعم. نعم. دكتور حامد، لا للتفرقة لا للطعن. نعم. نعم. ابقي معنا. كان شوية. نعم. شكرا لك. ابقي معنا لو سمحتي دكتورة سلمى. بالعودة إليك دكتور حامد، يعني هناك تحذيرات من العراق مقبل على تدخل دولي في حال استمرار قمع التظاهرات، يعني إلى أي مدى تعتقد أنه فعلا سيكون هناك تدخل أممي بات قريبا لإيقاف القمع الحكومي المستمر، ولكن إلى الآن لم نرى أي تدخل أممي، فقط هناك تصريحات، هناك انتقادات، هناك رفض لعمليات القتل من عدة سفراء، يعني ولكن لم نرى شيئا على أرض الواقع.
هو يعني مو شرط احنا نشوف على ارض الواقع الان بشكل ملموس، يعني هو مجرد ان يصدر بيان من قبل 16 سفير دوله اوروبيه وكندا وامريكا واستراليا، هذا كافي اشاره واضحه من انه الشان العراقي اصبح الان يعني قاب قوسين او ادنى من التدويل، لانه لا يمكن ان نتخيل في ظل اي حكومه في اي دوله صغيرة أو متوسطة أو حتى كبيرة كانت أنه بهذا التدخل الواضح ضد سلطة قائمة على القمع والقتل، وهذه السفارات وهذا البيان يدافع عن حقوق الشعب، الشعب العراقي، على العكس من مما تفعل سلطة الميليشيات وحكومة يعني القتلة اللي حدث خلال 4 أشهر. هذا طبعا هذا يعتبر تدخل، زائد المحافل الدولية الآن يعني من مجلس الأمن إلى منظمات حقوق الإنسان إلى محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية في لاهاي، الآن تتناول الموضوع بطريقة غير معلنة، وإشارات كبيرة الآن من قبل سياسيين ومن قبل الجميع من محامين. نحن أيضا يعني كنشطاء مدنيين أكاديميين الآن أثرنا، يعني ليس هذه الأيام فقط، وإنما الحقيقة منذ بداية الانتفاضة في الأيام الأولى وكانت التضحيات كبيرة، يعني لا ننسى أنه مثل ما يعني ذكرت عدة مرات على قناتكم المحترمة الكريمة أنه الشهداء اللي سقطوا في الخمسة أيام الأولى كان 150 شهيد، ومن غير العدد الكبير من الجرحى والمصابين والمعاقين. هذه طبعا الأعداد هذه وحدث التزايد وحدث القمع وحدث الاغتيال والاختطاف، والآن أصبح مساس أيضا بكرامة وشرف وسمعة و يعني عفة المرأة العراقية. لو أراد هذه أصبحت قضية ثانية الآن. دكتور حامد، لو أراد المجتمع الدولي فعلا أن يتدخل، ما هي حدود تدخل هذا أو حدود هذا التدخل؟ يعني هو فقط لمنع استهداف المتظاهرين، منع قتل المتظاهرين، أم أن هناك يعني خطط يعني أكثر ممكن أن تتعدى حدود المصالح الأمريكية؟ لا، هو شوف الآن العراق بعد ما خرج من يعني لم يخرج نهائيا من الفصل السابع، وإنما هو يعني الآن هو يقع في الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة من مجلس الأمن يعني، لكن عودة ممكنة جدا إذا ثبت لمجلس الأمن عبر ممثليه في بغداد أنه الحكومة هذه والسلطة قامعة لشعبها بطريقة رسمية موثقة، والآن موجودة وثائق كثيرة يعني كلهم يشيرون إلى أنه هناك قمع ممنهج في التظاهرات، في يعني في حتى يعني ساحات الاعتصام السلميه، وليس فقط انه يذهبون لقتل او كذا، اختطاف وقتل كواتم صوت. اليوم احنا على سبيل المثال اليوم في ساحه التحرير سقط احد الشهداء بكاتم صوت، لذلك العمليه ما دام هناك قمع لحقوق الانسان ولحياتهم وتهديد مباشر، هذه السلطه في العراق اصبحت فاشله، لا تستطيع حماية شعبها، لا تستطيع حماية المواطن العراقي وأمنه وسلامة حياته. لذلك من واجب مجلس الأمن ومن التزاماته اللي موجودة أيضا ضمن العقوبات السابقة والفصل السابع ونزول العراق إلى الفصل السادس، عادة العراق إلى الفصل السابع يعني معناتها يكون هناك الحل العسكري، أن يكون هناك صلاحية لمجلس الأمن والأمم المتحدة أن تقرر مصير البلد بتشكيل حكومة انتقالية بإشراف أممي دولي، ومن ثم يعني تتابع الأمور بطريقة بحيث أنه تلغي فعلا سلطة الميليشيات. أولا هذه قضية مهمة جدا جوهرية، لأنه هي سبب القتل والقمع، وثانيا الأحزاب السياسية الفاسدة القابضة على السلطة أيضا يجب أن يلغى دورها، يعني يجب أن تجمد وتقدم يعني الجهات المسؤولة عن القتل والقمع الى الجهه الى المحاكم الدوليه، وهذا اللي صار يعني اللي جرى في السودان على سبيل المثال مثال واضح، يعني
حسن بشير. طيب دكتور، دكتور انت ذكرت ان اذا ثبت للامم المتحده ان حسب ممثليها في العراق ان الحكومه العراقيه قامعه لشعبها، لكن هنالك تصريحات للامم المتحده على لسان ممثلتها في العراق جين هنس بلاسخارت بانها تبدي قلقها من العدد المتزايد المهول للقتلى والمصابين نتيجه القمع الحكومي، اذا ماذا ينتظرون لكي يثبتوا هذا الامر؟ واضح جدا الامم، يعني شوفوا يعني واحده من النقاط المهمه الجوهريه، يعني اليوم اعتقد كان او بالامس تصريح يعني مسؤول امريكي انه يلزم المكلف بتشكيل الحكومه محمد توفيق علاوي بان ينفذ مطالب الشعب العراقي، مطالب المحتجين. هل هو قادر الان محمد توفيق علاوي اولا تشكيل الحكومه، ثانيا ينفذ مطالب المنتفضين؟ أنا أشك في هاي، مثل ما قلنا بالبداية بسؤالكم السابق أنه إذا فشل بتشكيل حكومته وفشل أيضا في حماية الشعب العراقي تصبح القضية قضية يعني مثل ما يقولون تحصيل حاصل، أنه مجلس الأمن يجب أن يقوم بدوره، دوره الإنساني، دوره الأممي. في هذه الحالة لا هو قادر يشكل الحكومة بطريقة متوازنة وبطريقة تحقق مطالب الشعب دكتور العراقي. حامد يعني قادر يحميه. كيف نفهم ازدواجية الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة يعني من باب آخر، وهي مرة تطالب المكلف محمد توفيق علاوي بأن يكون مع المتظاهرين، ومرة تدعم التظاهرات وتقول أنها تظاهرات شرعية، هي تقف بصف من؟ بصف الحكومة التي يخرج الشعب ضدها أم بصف الشعب الذي تقمعه الحكومة؟ لا هو شوف هذه انا لست بوارد الدفاع عن لا الامم المتحده ولا الولايات المتحده الامريكيه، بس انا اللي اقوله انه المنظمات الدوليه تعطي المجال فسحه في المجال الكافي انه هذه الحكومه او هذه المنظمه او هذه الجهه يجب ان تنفذ التزاماتها الدوليه ما يتعلق بحقوق الانسان، ان فشلت فعليها هذه المنظمات أن هي تبت بالأمر، الأمر يجب أن يكون ضمن العلاقات الدولية، ضمن يعني قوانين، وضمن أيضا دساتير الدول، أنه إذا فشلت هذه المحاولة من قبل علاوي في تشكيل الحكومة أولا ثم حماية المتظاهرين وتقديم القتلة إلى المحاكم والقضاء، طبعا هذا الفشل معناه أنه لا يمكن مثل ما يقول الوثوق بهذه الجهة اللي من واجبها أن تحمي العراقيين، فإذا فشلت من واجب الدول الكبرى والأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يقدم هذه نسميها الالتزامات على الاحتمالات الأخرى. ابقى معنا دكتور حامد الصراف، بالعودة إليك دكتورة سلمى ستار، يعني لماذا تصر القوات الحكومية وميليشياتها على خيار قمع المتظاهرين في بغداد والمحافظات رغم استمرار إدانات جرائم السلطة محليا ودوليا، حتى أن يعني الحل الأمني أو الخيار الأمني لا زال رهينة بيد هذه الميليشيات رغم الإدانة الدولية؟ هل هو يعني تحدي للعالم وتحدي للمجتمع الدولي بالإصرار على ارتكاب هذه الجرائم؟ حقيقة هذا دليل أن ثورتنا منذ الشهر العاشر ولحد الآن، وهي أصبحت الآن تقريبا دخلت الشهر الخامس، هذا الإصرار وهذه الثورة البيضاء، ثورة الكرامة، ثورة العز، ثورة الحرية، يعني أثبتت أنه هي ناجحة، ثورتنا نجحت، لذلك هم مرعوبين من هؤلاء الشباب، مرعوبين من السيل الجارف من الجماهير، وأنهم يعرفون مقدار قيمتهم هم في داخل أنفسهم، هم يعرفون أنهم كم قتلوا وكم عذبوا وكم ظلموا من الشعب ومن الآخرين من الناس من المجتمع، فهؤلاء ورقتهم سقطت أمام أنفسهم قبل الآخرين، قبل المجتمع الدولي، قبل المجتمع العراقي. هؤلاء انتهى دورهم وانتهى وقتهم، وأصبحت وجوههم سوداء متلطخة بدماء شبابنا الأبرياء. فهؤلاء يحاولون يعني الطير عندما يريد أن يعني نقول هناك مثل يقول أن الطير يرقص مذبوحا من الألم، هؤلاء الرفسة الأخيرة لهم، هؤلاء يرفسون بقوة، يحاولون أن يضربون أكثر عدد من الشباب، يريدون أن يبينوا على اعتبار أنهم هم مسيطرين وهم لديهم قوة، لذلك يضغطون بقوة على الشباب. والآن أعتقد لو حضرتك شايف أنه الآن هجوم كاسح أصبح بهذه الساعات الأخيرة،
هجوم كاسح على ساحة التحرير بالسكاكين وبالهراوات وبالكاتم، ويعني يحاولون أن يعني يرعبون ال. طيب دكتورة، ما مدى تأثير إعلان البعض أنه مرشح المتظاهرين ومرشح رئاسي وزراء من داخل ساحات التظاهر على مسار الثورة؟ نعم، ثورتنا لا تؤمن بترشيح شخصية معينة بحد ذاتها. نحن لدينا مطالب محددة، لدينا هدف واحد، اتجاه واحد، أنه نحن لا نريد هذه الحكومة برمتها ولا هذا النظام ولا هذه الانتخابات ولا كل ما متعلق بهذه الحكومة. نحن نريد ناس وطنيين أكفاء لهم باع في بناء الوطن، لهم لديهم وطنية حقة وليست مندسين وليست يعني تتبع إلى دول أخرى و لديهم التزامات أخرى، وأيضا يكونوا نزهاء على الأقل، أنه نزهاء مع أنفسهم قبل الآخرين. هؤلاء لا نزهاء لا مع أنفسهم ولا مع عوائلهم ولا مع الشعب ولا مع العالم كله. فهؤلاء هم يعني شلة وزمرة من الناس اللي خبطت إصابة. يعني أنا يعني بالذات الآن سقطت الأقنعة، هذه الأيام بالذات سقطت أقنعتهم وبانوا على حقائقهم أنهم قتلة إرهابيين مجرمين إصابة ليست حكومة. هذه لا تشكل أي ذرة من ذرات اسم الحكومة. فهؤلاء ناس مرتزقة، ناس مندفعين مندفعين ناس مرتزقة. والدليل أنه حتى نساءهم اليوم اللي طلعت على اعتبار أنه أمس إحنا طلعت تظاهرات من نسوية، شابات مثقفات محترمات راقيات مرتبات نظيفات، اليوم طلعا عكسهم بالضبط نساء مع الأسف. لماذا هذا الانشقاق بالبلد؟ يعني يسمعوني هؤلاء النسوة كيف قرأوا بأدمغتهم بحيث خلوهم يسيرون لهم على أساس تطلع المرأة تدعي الشرف على اعتبار أمس المرأة اللي طلعت غير شريفة. نعم دكتور حامد الصراف، يعني في خضم هذا الضغط الدولي على الميليشيات التي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات بحق تظاهرات سلمية، ما هي خيارات هذه الميليشيات المدعومة من إيران في ظل كل هذه الضغوط التي تواجهها، يعني بالإضافة إلى الضغوط الشعبية مع دخول العامل يعني النسوي نساء العراق أيضا متظاهرات وبقوة تريد إسقاط النظام وتريد التغيير في العراق؟ عزيزي، منذ البداية أنا يعني ثبتت موقف في الحقيقة، ويعني أعلنت أكثر من مرة أنه لا يوجد خيارات كثيرة، هما خياران أمام هذه الميليشيات، أما الاستسلام لإرادة الشعب العراقي وترك المجال، وطبعا هذه أيضا يعني بها مجال مثل ما نسميه إحنا كلفة عالية، كلفة حياة وهي كلفة وجود، يعني بمعنى الخيار الآخر هو الهزيمة أمام أيضا صمود وإصرار وعزيمة وسلمية التظاهرات وإرادة الشعب. وشفناها الآن، يعني كانوا يشككون بدور المرأة، هذه المرأة العراقية الباسلة اللي ظهرت البارحة في تظاهرة تعد من أكبر التظاهرات النسوية في العالم عبر عقود من الزمن، وإحنا شفناها الآن يعني إصرار متناهي ليس من باب إثبات عفتها وشرفها وعرضها والدفاع عن سمعة المرأة العراقية، بقدر ما إثبات وجودها أنه هي تقف مع أخيها الرجل ومع زوجها ومع زميلها ومع أبيها. ليش؟ لأنه هذه قضية أصبحت قضية وطن، يعني استرداد الوطن المسلوب لم يعد مقتصرا على إرادة ونضال وصمود الرجال الشباب دول رفعة الرأس العراقيين، وإنما أصبحت المرأة أيضا تاج على رؤوس العراقيين لما شفناها بهذا الإصرار وهذه العزيمة. وهذا العدد الكبير اللي يعني فعلا لفت كل انتباه كل العالم الآن بهذه الإرادة أن نسترد الوطن، ليس فقط من قبل الرجال، وإنما أكثر من نصف المجتمع اللي هن النساء يجب أن يكونون لهن دور، وهذا هو اللي ثبتته المرأة العراقية. بالأمس دكتور سلمى، يعني عندما دعت لجان التظاهرات إلى تظاهرة نسوية مليونية، خرج مقتدى صدر في تغريدة على تويتر ويدعو إلى منع النساء من الخروج في هذه التظاهرات بحجة الاختلاط بين الجنسين وتحريمه، لكن التظاهرات التي دعا إليها اليوم
وجدناها لا تخلو من هذه المظاهر، فالرجال يشاركون النساء في هذه التظاهرات والفيديوهات موجودة، لكن ما سبب هذه التناقضات؟ أولا تعودنا على هذه التناقضات، كل لحظة في يعني في تغريدة معينة وإحداها لا تشبه الأخرى. في الحقيقة هم يستغلون الدين يعني لتشويش الآخرين أو للسيطرة على أدمغة الآخرين، فمن خلال الدين على اعتبار هذا محرم وهذا محلل. لو كان الاختلاط الرجل مع المرأة محرم ما كانت مكة يعني أثناء الحج وأثناء العمرة النساء مع الرجال مختلطة. يعني لو كان هناك محرم إنه أن تلمس المرأة الرجل أو تروح للحج أو تروح للتظاهر أو مطالبة بحقها أو تذهب للعمل، هذه خرافات يحاولون أن يسيطرون على الآخرين من خلال هذه الخرافات. نعم كان معنا عبر سكايب الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا له. وأيضا كانت معنا عبر الهاتف من العاصمة بغداد الدكتورة سلمى الستار عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، شكرا لها أيضا.